السلام عليكم. اليوم عندنا 5 أجهزة، طبعا جهازين ذني فلاج شيب وهاي الأجهزة متوسطة، هذا جهاز ضعيف. فراح تشوفون ايش كم فريم بالنسبة للعبة بابجي. هذا الشاومي 10 سي او ريدمي 10 سي، معالج سناب دراجون 680. دائما يسألون عن المعالج ايش قد، خلينا نشوف لكم عدد الفريمات ايش قد. راح يشوف وياي هنا اذا جينا للرسومات دي السلسة مع العالية ومع المتوسطة ومع المنخفضة. اذا السلسة مع العالية شو يشغل لي هذا الجهاز؟ يشغل لي فقط 30 فريم، هذا الجهاز يشغل لي فقط 30 فريم ومعالج 680. الجهاز الثاني اللي هو ايضا من شركة شاومي، طبعا هاي اكثر الاجهزة من شركة شاومي، هذا معالج سناب دراج، معالج الدايمنسيتي 810، هذا من هو ريدمي نوت 11 تي. تبعي الرسوم كذلك هذا بالسلسة شنطيك يعطيك فائقة، يعني هذا الجهاز شغلك فقط شقد 40 فريم فقط بمن بالسلسة، أما بالمتوازنة هم يعطيك 40 فريم. ده عالية الدقة يعطيك فقط 30 فريم، يعني هذا عالية الدقة يعطيك 30، بالمتوازنة يعطيك 40 فريم، بالسلسة يعطيك 40 فريم. HDR ما يشغل. منو هذا؟ هذا الجهاز النوت 11 تي، هذا النوت 11 برو بلس 5G. اسمه طويل مو صحيح. شوفوا يا الرسوم، اذا تشوفوا يا الرسوم، شوفوا يا الرسوم، هنا عندي السلسة شو انطيني؟ انطيني قوية، يعني ايش قد؟ يعني 60 فريم. هذا الجهاز يشغل لك 60 فريم مع السلسة، اوكي؟ مع المتوازن يعطيك فقط 40 فريم، عالي الدقة 40 فريم، HDR هم 40 فريم، يعني HDR ويا ال 40 ما يشغل لك 60 فريم ويا ال HDR، فقط HDR مع 40. اذا تعطي سلسة ايش يعطيك؟ قوية، يعني هذا الجهاز بالمرتاح يشغل لك 60 فريم، ممكن حتى يوصل لك ال 50 مع الانترنت الموجود عندك. فهذا الجهاز الثاني يشغل 60 فريم. نجي للجهاز الثالث اللي هو جهاز فلاكشيب شاومي 12 برو، هذا جهاز فلاكشيب طبعا، هذا معالج سناب دراجون، هذا معالج سناب دراجون 8 جن 1، يعني تقريبا اقوى معالج حاليا بالسوق. فهذا واحد من الاجهزه الممتازه. خلينا نشوف ايش قد يشغل لنا عدد فريمات. لو نجي للرسوم، شوفوا ياي الرسوم، شوفوا ياي الرسوم، هنا عندي السلسه شطيك بو علي، شطيك شطيك تشوفها يعطيك 90 فريم مع من؟ مع السلسه. المتوازنه يعطيك 60 فريم متوازنه، عالي الدقه يعطيك 60 فريم، الاتش دي ار يعطيك 60 فريم، يعني هذا يشغل لك 60 فريم مع الاتش دي ار. اما السلسه شو ينطيك؟ 90 فريم. من الدور 90 فريم؟ هذا الجهاز ينطيك 90 فريم. منو هذا؟ الشاومي 12 برو، هذا سعره ايش قد؟ 770 دولار، خلص تسألنا على سعره. نجي للجهاز الاخير بالنسبه لشركه شاومي، وهذا جهاز كذلك فلاكشيب لكن من السنة راحت، يعني تقدر تقول معالج 3 8، معالج سناب دراجون أيضا قوي هذا المعالج، وهذا الجهاز أصلا مواصفاته هو قوية. فخلينا نشوف إيش قد يشغل لك عدد فريمات برو 11 تي برو. نجي للرسوم، شوفوا ياي هنا عندي يعطيني مع العالي ال HDR يعطيني فائقة وقوية، يعطيني 60 فريم. مع عندك السلسة هم قوية ما يعطيك 90 فريم، هذا ما يشغل لك 90 فريم. متوازنه عاليه الدقه HDR يشغل لك القويه، لكن فائقه ما يطلع لك، فائقه الدقه ما يطلع لك، فقط ال HDR وهي القويه، عاليه الدقه مع القويه، متوازنه مع القويه، والسلسه ما يشغل لك 90 فريم. يعني هذا ايش قد؟ هذا 60 فريم، هذا 30 فريم، وهذا 60 فريم، هذا 40 فريم، هذا 60 فريم، وهذا 60 فريم، وهذا ايش قد؟ 90 فريم. هاي الاجهزه اغلبيتها من شاومي، الاسعار مختلفه، اي شيء تريده اكتب لي اياه بالتعليقات، وتحياتي لكم.